أيها المتابع العربي الجميل، عمرك تخيلت إنك تقع في فجوة كونية؟ طب سألت نفسك أصلاً إيه هي الفجوة الكونية؟ يا ترى دي هي حفرة هتنقلنا عبر الزمن يعني، ولا دي بداية الطريق لعالم تاني لسه مجهول، ولا تكونش هي دي بوابة الخروج من المجرة والدخول لمجرة تانية، كواكب بقى تانية غير جيراننا؟ كل دي أسئلة سألها الفيزيائيين لنفسهم من مئات السنين، وبناء بقى على الأسئلة دي انتهى عصر الفيزياء الكلاسيكية وابتدى عصر الفيزياء الكمية، وأينشتاين كان واحد من أهم مؤسسي نظريات فيزياء الكم، لحد ما جه دكتور أحمد المهيري علشان يكمل على نظريات أينشتاين وكمان يحط لنا نظريات جديدة في تفسير الظواهر الكونية وبالتحديد الثقوب السوداء. أنا محمد الزمزمي وأهلا بيكم في أصله عربي. أحمد المهيري ابن مدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، من مواليد سنة 86. معروف عنه من هو صغير حبه للمعرفة وشغفه للاكتشافات، ده غير بقى نبوغه الدراسي، وبسبب تفوقه في الدراسة حصل على بعثة لدراسة هندسة الفيزياء في جامعة تورونتو الكندية بعد ما خد الثانوية سنة 2004. وبعد 4 سنين دراسة اتخرج بتفوق وقدم كمان طلب لمكتب البعثات عشان يقدر يكمل دراسته وياخد الماجستير والدكتوراه. منين؟ من جامعة كاليفورنيا. مش بس كده، ده كمان خد جايزة أفضل رسالة دكتوراه على مستوى الجامعة في مجال الرياضيات والعلوم الطبيعية والهندسة. ومن تفوق لتفوق قدر المهيري ياخد الموافقة لدراسات ما بعد الدكتوراه علشان يكون أول إماراتي يتقبل في معهد برينستون في أمريكا لدراسات ما بعد الدكتوراه. وده بقى مش أي مكان، ده أهم معهد لبحوث الفيزياء النظرية في العالم، واللي كان بيشتغل فيه أينشتاين في 20 سنة الأخيرة من حياته. وعلشان كده المهيري أخذ لقب زميل أينشتاين، واللقب مش من فراغ أو مش بس عشان الزمالة في مكان العمل، اللقب ده كان بسبب إسهامات دكتور أحمد المهيري العلمية وتعمقه في النظريات الفيزيائية اللي اشتغل عليها العالم أينشتاين. في البداية كده خلينا نعرف إزاي نظرة العلماء للكون اتغيرت بعد نظريات أينشتاين. قبل نظرية ألبرت أينشتاين بحوالي 300 سنة كان الكون بالنسبة لعلماء الفيزياء حاجة كده شبه العلبة اللي محفوظ فيها الكواكب، وأي كسر أو خرق للعلبة هتتبعتر الكواكب والكون هينهار. لكن بعد ظهور نظريات أينشتاين لتفسير الكون اللي بتقول إن الفضاء المحيط بينا عبارة عن نسيج مكون من خطوط بالطول والعرض، وسماه نسيج الزمكان، يعني حاجة بتجمع بين الزمان والمكان، وهو نسيج قابل للانبعاج، فبالتالي أي انفجارات أو صدمات هتحصل له هتنتج فجوات أو ثقوب قوة جاذبيتها بتختلف على حسب كتلة الجسم المحدث للانبعاج. ومن هنا ظهرت التوقعات بوجود الفجوات والثقوب السوداء، وفضلت نظريات العلماء تختلف لتفسير الكون اللي في الغالب كلها صح، ولكن فضلت نظريات أينشتاين هي الأقرب للواقع. ودي بقى كانت بداية انطلاق دكتور أحمد المهيري هو وفريقه علشان يكملوا على نظريات أينشتاين في تفسير الثقوب السوداء وبتتكون من ايه. وبعد ظهور اول صورة حقيقية لثقب اسود في يوم 10 ابريل سنة 2019، واللي اتخذت عن طريق شبكة عالمية من التلسكوبات ممتدة بقى من الصين الى الولايات المتحدة الامريكية، كثف دكتور احمد المهيري وفريقه البحث لفهم الثقوب السوداء وايه اللي ممكن يحصل لو حد دخل فيها، وكمان اكتشاف المادة المعتمة واللي بتوضح قوة الجاذبية داخل الثقب، وكمان حساب سرعة الدوران على سطح الثقب اللي هي أسرع من الضوء اللي بنعتبره أسرع حاجة في الكون، وغالبا السرعة دي كافية إنها تفكك الإنسان لجزيئات وذرات قبل وصوله لمركز الثقب. مثال بسيط يوضح لك قوة الجاذبية للثقوب السوداء إنه في حالة سقوط الضوء أو جسم مضيء في الثقب الأسود هيختفي تماما ومش هيقدر ينبعث حتى شعاع نور لخارج المنطقة المظلمة، بالتالي هيفضل داخل الثقب الأسود معتم مهما كانت بقى كمية الضوء اللي هتسقط فيه، وده لأن شدة الجاذبية قوية جدا في مواجهة الضوء. وفي 2020 حصل دكتور أحمد المهيري وفريقه على جائزة نيو هوريزون عن نظرياته بقى في تفسير الثقوب السوداء وآلية عملها. وطبعا فوز المهيري يعتبر تأكيد على خطواته العملية القيمة ومكانته العالمية في أبحاث الفيزياء النظرية، لأن جائزة نيو هوريزون مش مجرد جائزة عادية، دي من الجوائز اللي بتتسمى أوسكار العلوم، وده بقى لمكانتها في الأوساط العلمية حوالين العالم، وكمان بيتم تسليم الجائزة في حفلة ضخمة بيحضرها بقى مشاهير الفن والعلوم كل سنة. اتكرم المهيري بميدالية فخر الإمارات في الدورة الخامسة لجائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، ودي كانت عن دوره العلمي بالتحديد عن بحوثه في الفيزياء النظرية.
وعلم الفيزياء من أهم العلوم اللي دورها تفسير الظواهر الطبيعية اللي بتحصل حوالينا، سواء بقى على كوكب الأرض أو حتى في الفضاء. ونظريات أحمد المهيري تعتبر أحدث النظريات لفهم بقى الثقوب السوداء، واللي استشهدوا بيها واقتبسوا منها علماء وباحثين أكتر من 1500 مرة في كل أنحاء العالم. مسيرة الدكتور أحمد المهيري مستمرة في أبحاثه لاكتشاف الثقوب السوداء. شكراً دكتور أحمد المهيري على أبحاثك ونظرياتك اللي نفتخر إن أصلها عربي. وبكده خلصت حلقتنا، شكراً، واستنونا في حلقة جديدة.